النهارده في حلقه جديده هنا على هوم سينما، والنهارده هنبدا نعمل التريلر رياكشنز بتاعت مسلسلات رمضان 2020. اول تريلر نزل هو المسلسل بتاع امير كراره اللي هو مسلسل الاختيار. ده اول تيزر، هو يعتبر تيزر، هو الفيديو دقيقه، هو يعتبر تيزر مش تريلر. السنة دي هناخد مسلسلات رمضان بشكل مختلف شوية يا جماعة. السنة اللي فاتت أنا كنت متفرج على تقريبا اولموست 15 مسلسل، وده كان هو كان صعب قوي عليا بصراحة، لأن كان دسم قوي. يعني أنا تقريبا أنا غلطت إن أنا اتفرجت على 15 مسلسل بصراحة، لأن كان كتير قوي قوي قوي، ومش عارف هو كان 15 ولا كام واحد. أنا كان تقريبا اكتر من 15. انتوا لو نزلتوا فيديوهاتي القديمه تعملوا سكرول كده، تعملوا سكرول 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 سكرول، هتلاقي تحت دي كل المسلسلات انا كنت اتفرجت عليها رمضان اللي فات. كنت مقسم مسلسلات رمضان لثلاث حلقات، يعني كل مسلسل كامل كنت بعمل من الحلقه رقم 1 للحلقه رقم 10 حلقه، ومن الحلقه رقم 10 ومن الحلقه رقم 20 سوري من الحلقه رقم 11 للحلقه 20 حلقه، ومن الحلقه 21 للحلقه 30 اللي هي اخر حلقه يعني في رمضان كنت بعمل حلقه. يعني كده كان ثلاث حلقات لكل مسلسل، انتوا متخيلين؟ يعني ثلاث حلقات لكل مسلسل. شوفوا بقى كام مسلسل اتفرجت عليه، اضربوا بقى عدد المسلسلات اللي اتفرجت عليها في ثلاث حلقات، فكان رقم كبير قوي بصراحه. كان كبير قوي بالنسبه لي يعني. وغير مسلسلات رمضان، الريفيوز اللي انا عملتها في مسلسلات رمضان بتاع رمضان السنه اللي فاتت، انا كنت عامل كمان تريلر رياكشنز. يعني انا رمضان اللي فات بصراحه انا تقريبا عامل بتاع 62 63 فيديو حرفيا، يعني في رمضان بس بتاع السنه اللي فاتت انا عامل تقريبا بتاع 62 او 63 فيديو، يعني بالتريلر رياكشنز بالمسلسلات بتاعت رمضان. السنه دي هيبقى بشكل مختلف شويه. السنه دي انا ممكن اعمل تريلر رياكشنز لمسلسلات رمضان، ما عنديش اي مشكله، بس الفكره بتاعت ان انا اتابع مسلسلات، لان زي ما قلت ان السنه اللي فاتت كان صعب قوي بالنسبه لي، فانا بفكر السنه دي هعمل تريلر رياكشنز لمسلسلات رمضان، وهشوف ايه اكتر مسلسلات اللي هي ممكن فعلا الناس تتفرج عليها، او انا ممكن اتفرج عليها وتعجبني، ان انا ممكن اتفرج عليها وتعجبني. ممكن اتفرج مثلا السنه دي على اربع مسلسلات، هيبقى حلو قوي. يعني لو اتفرجت السنه دي على اربع مسلسلات، خمس مسلسلات ماكسيمم، هيبقى حلو قوي، ده لو اتفرجت عليهم اصلا يعني. مسلسل احتمال كبير ان مسلسل امير كرارة الاختيار اللي احنا هنتفرج على التريلر بتاعه دلوقتي، ومسلسل يوسف الشريف اللي هو النهايه، احتمال كبير المسلسلين دول هيبقوا معانا في القائمه اللي احنا هنتفرج عليهم لمسلسلات رمضان بتاعت سنه 2020. يعني زي ما قلت لكم هيبقى فيه هيبقى ممكن اعمل على انستجرام، او ممكن اعمل على فيسبوك، ممكن اعمل زي كده فوتينج، ان انا ممكن اكتب اسامي المسلسلات، وممكن اختار انا مسلسلين من عندي انا هتفرج عليهم فور شور، ومسلسلين تانيين مثلا ولا حاجه هيتم باختياركم انتوا. بس لسه ما اعرفش الدنيا هتبقى ماشيه ازاي، يعني على حسب اللي هينزل. انا لسه ما شفتش اي تريلرز زي ما كنت قايل لكم. انا عارف ايه اللي نازل، في مسلسلات كتير قوي نازله برضو السنه دي. انا كنت عامل فيديو من الفيديوهات اللي فاتت بتاعه رمضان، كان من اسبوعين ثلاثه تقريبا. عارف ايه اللي نازل، وممكن اسامي المسلسلات تتغير اساسا، فانا حرفيا انا مش عارف ايه اللي هينزل وايه اللي مش هينزل. وممكن في مسلسلات تتاجل، يعني احتمال كبير ان ممكن يبقى في مسلسلات تتاجل، الله اعلم. فانا دلوقتي هتفرج على التريلر بتاع مسلسل الاختيار، هو تيزر زي ما قلت، هو دقيقه. طبعا كالعاده ما شفتش التيزر بتاع المسلسل الاختيار، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره، يلا بينا. بص بقى يا عم حمزاوي، ما تفضلش قاعد تعمل لي كده، الكلام ده هتفضل فاكره من وانت صغير لحد ما تكبر. نيجي هنا بقى، ده احلى مكان في الدنيا، اسمه سينا. من زمان وفي الناس الوحشين عايزين ياخدوا سينا دي. فاكتبها اللهم لنا في ميزان حسناتنا، اكتبها اللهم لنا في ميزان حسناتنا، الشيخ زويد، الشيخ زويد العريش. اوكي، هو زي ما قلنا تيزر، مفيش حاجات كتيره طبعا مكتوبه. نفس المؤلف بتاع كلبش باردو يدار، نفس طبعا المخرج بيتر ميمي،
نشارك دايما مع امير كرارة وطبعا انتاج تامر مرسي سينرجي كالعاده. برضو اللي هيكون معانا في المسلسل هو كرارة طبعا ان هو بطل المسلسل. هيبقى معانا احمد العوردي زي ما شفناه في التريلر، وهيبقى معانا كمان دينا فؤاد، وهيبقى معانا كمان اشرف مسلحي وسارة عادل، دول اللي معلنين عنهم دلوقتي في المسلسل. وسمعت بقى ان هيبقى فيه كميه ضيوف شرف كتيره جدا، هيبقى فيه اياد نصار، وهيبقى فيه محمد رجب، وهيبقى فيه صلاح عبد الله، وهيبقى فيه محمد امام، وهيبقى فيه كمان احمد فؤاد سليم. ده طبعا القصه بتاعت اللي حصلت في سنه 2017 بتاع الهجوم الارهابي اللي حصل كان في سينا. الاخراج شكله نضيف بصراحه، اكون صريح معاكم، وانا مبسوط من بيتر ميمي ان هو ابتدى يطور من نفسه. الاخراج شكله فعلا بجد نضيف، يعني حاجه محترمه يعني. بس زي ما قلت ده تيزر من دقيقه واحده، عايزين نتفرج على تريلر الاوفيشال تريلر يعني ان شاء الله لما ينزل. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم ان شاء الله، اشوفكم فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه.